للمرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 24. عدد الطلاب اللي مفروض يتقدموا في هذه المرحلة بإجمالي 116,464 طالب موزعين كالتالي: شعبة العلوم 26,349 طالب، شعبة الرياضيات 16,100 طالب، شعبة الأدبية 74,015 طالب. في من 116,404 في 2002 ما تقدموش، فبإجمالي 114,462 طالب ده اللي تم تنسيقهم في المرحلة الأولى. بواقع الطلبة اللي دخلت شعبتين العلوم والرياضيات 42,333 طالب وطالبة، وفي الشعبة الأدبية 72,129 طالب وطالبة. الحد الأدنى المقرر لطلاب المرحلة الأولى كالتالي: شعبة العلوم 371 درجة فأكثر، وده نسبة تقريبا 90.48% من 100%،